وعلى إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد المتقاعد المشاهد محمد بتشين اليوم بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، يتقدم هو سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فاسح جناته مع شهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.